أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك يخطب الناس وهو مسند ظهره على راحلته، فقال: ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدمه حتى يأتيه الموت، وإن من شر الناس رجلا فاجرا يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه. عالم فاجر. يبقى شر الناس مين؟ عالم فاجر، يعني عالم وحافظ القرآن وفاسق. تروح تلاقيه قاعد في الخمارة وحافظ القرآن ما شاء الله، وتلاقيه ما بيصليش وحافظ القرآن ما شاء الله. ايه ده؟ ده خطير ده. ليه؟ لأنه يصد الناس عن العلم بفسقه. ما هو يعني الإمام الدمنهوري الشيخ الأزهر ليه في كتاب، ليه أحد كتبه، كان كتب عبارة يقول لك: شر الناس عابد جاهل وعالم فاجر. هذا يصد الناس عن العبادة بجهله، زي الصوفي الجاهل صد الناس عن الصوفية وهي لب الدين، وخلى الناس تهاجم الصوفية وهي لب الدين بسبب جهله. شر الناس ايه؟ عابد جاهل وعالم فاجر. هذا يصد الناس عن العبادة بجهله، والآخر يصد الناس عن العلم بفسقه. طب جابوا الكلام ده منين؟ من كلام النبي. كل الحكم دي تولدت منين؟ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تقعد أنت تقرأ أحاديث النبي تتولد في قلبك الحكمة، تلاقي نفسك بتنطق الحكمة حتى لو ما قلتش الحديث، لكن تتولد الحكمة في قلبك صلى الله عليه وسلم.